السلايد بيل الكوربوس لوتيوم زين طبعا الله العزيز هذا الاوفري يعني هسه هذا الاوفري هاي البلاد فيسلز هنا هذا الكوربوس لوتيوم. الكوربوس لوتيوم هو اصلا شنو يعني كان هو اصلا جرافين فوليكل وصار بها اوفيليشن زين صار بها كولابس فمن صار بها كولابس هنا السنتر هذا اللي كان انترام صار بي شنو صار هذا بي كلوتد بلاد زين بيل سنترال كونكتيف تيشو هذا كور اوف كونكتيف تيشو فيلد وذ شنو هذا كلوتد بلاد هذا بلاد وهذا بلاد وهذا تقريبا بلاد يعني الجرانيولوزا سيلز راح تتحول الى نسميه جرانيولوزا لوتين سيلز لوتين جرانيولوزا لوتين سيلز راح تكبر بيها اللارج اللي حصل بيها ليبيد دروبليتس وسافت اندوبلازميك ريتيكولم من كثر من كل خليه وراح يضن يفرزن البروجسترون زين الثيكه انترنا هاي الدائره دائرها تكون داركر خلينا نشوفها بضمه داركر سيلز يعني بالبيريفري داركر سيلز راح نسميهن هاي ثيكه انترنا داركر سيلز نسميهن هاي الجرانيولوزا لوتين سيلز وهاي الثيكا لوتين سيلز هذني داركر سيلز طبعا من الثيكا انترنا طبعا عندك كونكتيف تيشو كبسول دائما دايرها يقولون انه هي درايفد فروم ذا ثيكا اكسترنا اوف ذا اوفيليتد فوليكل ثانك يو